رجل وعائلته أراد العمرة وزيارة أقارب له في جدة، ويجلس عندهم يومين ثم يعتمر، متى يجب عليه الإحرام؟ يجب عليه الإحرام من الميقات، وهو بالخيار يؤدي العمرة قبل يروح الجدة، أو يروح الجدة وهو محرم وبعدين ينزل مكة ويؤدي العمرة. المهم أنه يحرم من الميقات ولا يتعداه بدون إحرام. نعم.